Ah, elle a marre de t'acheter des aglous. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إعلامية وتحية رياضية للصاويرة الآن. كنشكرهم على أنهم تابعين جميع الأنشطة ديال الجمعية الثقافية والرياضية. رئيس نور الدين عبد اللوش نور الدين مخترع رئيس اتحاد رياضي الصاويرة لكرة القدم. احنا مجتمعين هنا بعد اجراء المقابله الدوره الرابعه عشره، وحنا محتلين الصف الثاني بهزيمه واحده، مهما انه الظروف الماديه كارثيه، وحنا حاملين المشعل ديال هذا الفريق هذا وكيمثل مدينه الصويره، وعندنا رغبه باش ان شاء الله نمشيو للقسم الوطني الثاني، ولما لا نطلع الصعود ان شاء الله هذه السنه. ولكن مع كامل الاسف الظرفيه الماديه ما تسمحش، لانه دخلنا جميع الابواب، هذه جميع الابواب مرصوده بوجه ماشي بوجه الاتحاد الرياضي، بل بوجه الرياضه الصويريه. وحنا بهذا المنبر هذا كنوجه نداء للسلطات المحليه وعلى راسهم السيد العام لمدينه الصويره ورئيس مجلس اقليمي ورئيس مجلس بلدي وكل الغيوني على هذه المدينه باش يتعاونوا معنا. هذو راه وليداتهم الشباب، هذو راه ولاد الصويره يا عباد الله. واش بغيتو تسكروا؟ واش يعبدوا مشوا للسجون؟ واش يعودوا اقطاعيين؟ احنا هزينا هذا العلم اكثر من لا يعقل انه بطوله كنمشيوها بصفر درهم لعب بدون اي ترقل، هذا موضوع تطلبوا الناس المسؤولين باش يتعاونوا معنا، لانه احنا دابا محتلين الصف الثاني في البطوله ديال العصبه بالنسبه للكبار، وحتلين الصف الاول بالنسبه للفريق ديال الفوتسال الصعيد مراكش، وحنا مؤخرا مشاركين في دوري، تصوروا مشاركين في دوري ديال مولاي الحسن اللي هو الدوره السادسه بمدينه مراكش، وجرينا مقابلتين، تصوروا مقابلتين في مدينه مراكش، ومع كامل الاسف يعني لم نتوصل باي دعم من اي جهه. النقطه الثانيه هو انه غدا ان شاء الله الجمعه عندنا ماتش مهم، ولكن مع كامل الاسف كنعتذروا انه حتى واحد ما استجب النداء ديالنا. مع كامل الاسف اسمي يوسف الصديقي، لاعب فريق الاتحاد الصويري، لاعب فريق الاتحاد الصويري. حنا محتلين الصف الثاني ومازال ما توصلنا باي دعم، صافي بقينا بينا نكملوا الدعم كاع، خصنا الفلوس خصنا العماله.